تتواصل فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين، والتي تشهد حفلات غنائية وعروضا فنية، بالإضافة لعدد من الفعاليات الرياضية التي يتم استكمالها طوال فترة المهرجان. هذا وتشهد مدينة العالمين الجديدة إقبالا كبيرا من السائحين والزائرين للاستمتاع بفعاليات المهرجان المتنوعة والتي تقام في عدد من الأماكن السياحية والترفيهية بالمدينة. وللمزيد عن فعاليات مهرجان العالم عالمين ينضم إلينا الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري من هناك. يعني لديك فعاليات كثيرة ومتنوعة يوميا، وتحديدا كل يوم خميس وجمعة بتبرز هذه الفعاليات، يعني انقل لنا مدى الإقبال لديك. أرحب بكم من مدينة السحر والجمال، من مدينة العالمين الجديدة. كما تحدثتي، الفعاليات المتنوعة والمستمرة على مدار الأسبوع، ولكن أيضا تكون بكثافة هذه الفعاليات يومي الخميس والجمعة وأيضا السبت. لكن نتحدث عن اليوم على سبيل المثال، لدينا العديد من الفعاليات المستمرة خاصة في المنطقة الشاطئية التي أصبحت تعمل منذ صباح اليوم وحتى مساء اليوم في استقبال الزائرين ورواد مهرجان العالمين الجديدة. والسمة الأبرز في هذا المهرجان هو التنوع، سواء التنوع في الفعاليات أو حتى التنوع في الفئات المختلفة التي تقبل على الفعاليات في مهرجان العالمين الجديدة. اليوم ومنذ صباح هذا اليوم هناك عدد كبير من الشباب الذين أقبلوا على الفعاليات الخاصة بالرياضة، سواء بنتحدث عن كرة الطائرة الشاطئية أو حتى كرة القدم أو بعض الملاعب الأخرى في البادل، وأيضا بعض الرياضات التي يمارسونها الشباب في المنطقة الشاطئية. بالإضافة إلى أنه على مساء هذا اليوم تبدأ الأسر في الاستقبال في الإقبال على هذه المنطقة للاستمتاع بالفقرات الفنية والتراثية المختلفة التي تقدمها وزارة الثقافة فيما يتعلق بالفنون الشعبية وأيضا السيرك القومي. نتحدث عنه في نهاية هذا الأسبوع. أيضا سيكون لدينا استكمال بطولة كرة الطائرة الشاطئية، وسيكون لدينا أيضا كرة القدم ذوي الهمم في المنتخب بساق واحد، وهو منتخب ذوي الهمم الذي يمارس لعبة كرة القدم. سيستضيف فعاليات أو سيستضيف مهرجان العالمين الجديدة هذا الفريق يوم الخميس القادم. بالإضافة أيضا إلى أننا يعني سنتابع استكمال فعالية واحد ضد واحد، وهي فعالية كرة القدم تلعب على الملعب الخماسي هنا في المنطقة الشاطئية. بالإضافة أيضا إلى أن المسرح الروماني لازال يستضيف فرق الأندر جراوند وفرق الراب، وهي مساحة خصصتها الشركة المتحدة وإدارة المهرجان لهذا الفن ولهؤلاء الشباب الموهوبين في هذا الفن في النسخة الثانية من المهرجان. نتحدث أيضا عن استمرار إقبال الطلبة من الجامعات المختلفة وأيضا خاصة الموهوبين من الفنون التشكيلية، ولازالوا يمارسون مسابقات الرسم في تجسيد كل المباني المعمارية أو المشروعات المختلفة في مدينة العالمين الجديدة، يجسدون بأقلامهم من خلال الرسومات المختلفة. بالإضافة أيضا إلى رحلات اليوم الواحد الخاصة بوزارة الشباب والرياضة، وهذه ميزة النسخة الثانية وحرص الشركة المتحدة على التعاون مع كل المؤسسات المختلفة لحرصهم على مشاركة كل الفئات في الفعاليات المختلفة لمهرجان العالمين الجديدة. ربما رأينا اليوم أيضا الاستعداد لانطلاق فعالية العجل من خلال تخصيص العجل وهذه الرياضة الأخرى أو هذه الفعالية التي ستكون موجودة أيضا على هامش الفعاليات الرياضية الموجودة في مهرجان العالمين الجديدة. بالإضافة أيضا إلى الاستقبال أو الاستعداد لاستقبال مهرجان الطعام، وهو الأول من نوعه في النسخة الثانية. سيكون لدينا العديد من المشاركات العربية والأجنبية فيما يتعلق بأذواق الطعام المختلفة في مهرجان العالمين الجديدة. بالإضافة بالطبع إلى استقبال الحفل الكبير للهضبة عمرو
دياب يوم الجمعة في منطقة اليو أرينا. فبالتالي لدينا فعاليات متنوعة وإقبال من الجماهير، خاصة يعني لاحظنا الإقبال من الجنسيات العربية والأجنبية المختلفة، والذين دائما ما يعبرون عن مدى انبهارهم بمدينة العلمين الجديدة والتطور العمراني والسياحي لتكون مدينة العلمين الجديدة هي الوجهة السياحية الدولية وأيضا الوجهة الرياضية خلال الفترة القادمة. وهذا يعني ما تحدث عنه كل الوزراء عندما أتوا إلى مدينة العلمين الجديدة، خاصة وزير الشباب والرياضة في استضافة عدد من البطولات القادمة نظرا للتنوع الإيجابي الموجود من الفعاليات الرياضية المختلفة في مدينة العلمين الجديدة، وعدد آخر أيضا من الفعاليات الفنية المستمرة سواء في المسرح الروماني أو حتى هنا في المنطقة الشاطئية التي تستضيف العديد من الأسر ومن الشباب وأيضا حتى من المسؤولين للتعاون مع الشركة المتحدة لاستقبال كل زوار ورواد مهرجان العلمين الجديدة من مختلف الفئات ومن مختلف الأعمار. وبالتأكيد سنتابع معكم كل الفعاليات الخاصة بمهرجان العلمين الجديدة. شكرا لك على كل هذه المعلومات المفصلة زميل محمود جميل، كنت معنا من مدينة العلمين الجديدة.